أعلن رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري، أعلن عن انتهاء اليوم الخامس من الأيام المخصصة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة بأوراق ترشحه. وقال المستشار أحمد بن داري إن طالب الترشح قدم الأوراق والمستندات المطلوبة والمحددة قانونا، ومن بينها 27 تزكية برلمانية لأعضاء من مجلس النواب، موضحا أن اللجنة تلقت حتى الآن ومنذ بدء فتح تلقي الطلبات لثلاث طلبات للترشح.